كلنا عارفين الماب الجديد اللي انا اتكلمت عنه في روبلوكس دوت، اتكلمت عنه في الفيديو اللي قبل كده وشرحته لكم بالتفصيل وقلت لكم ان ده هيبدا لك الاول بقى يعرفك عن اللعبه وكانه بروجكت بلاي تايم بالظبط، ولكن في بعض الاخطاء وبصراحه يعني كان وحش، يعني في بعض الحاجات كده تقريبا بيكون افضل على الكمبيوتر، ولكن هيكفي الغرض. النهارده بقى جبت لكم ماب قوي جدا موجود في لعبه تشبه روبلوكس، تقدر تقول عليها هي روبلوكس ولكن من نوع مختلف شويه. لعبة اسمها رايس روم. اللعبة دي هسيب لك ان شاء الله ربطها في اول تعليق. فيها مابات بقى زي روبلوكس، فيها بقى حاجات جامدة جدا خالص، مابات بقى العاب كتيرة، فيها كمان يعني مابات مختلفة زي روبلوكس بالظبط. تمام يا شباب؟ فعايزكم بقى تركزوا معايا كده دلوقتي عشان جبت لكم ماب بروجكت بجرافيك هتتصدموا بيه. لعبة جامدة وناس كتيرة جدا بتخش معاك بقى، ممكن تكون الوحش وكده. يلا بينا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على طول على الموبايل اوريكم الماب. بس الاول كده انت مش عامل لايك، ها انزل ادوس على اللايك يا صاحبي، وانت جديد لسه انزل اشترك، ها الاشتراك عندنا مجاني ومش بيكهرب والله، يعني تخيل كده هتضغط على الزرار ومش هتتكهرب، دي ميزه قويه جدا بصراحه عندنا في القناه. وليتس جو. ده طبعا يا صاحبي احنا دلوقتي على الموبايل، تمام احنا في الموبايل دلوقتي. ففي البدايه هيفضل يقول لك بقى هتخش اللعبه، هيعمل لك شويه تدريبات كده برضك بيعرفك اللعبه عن ايه والكلام من ده. هتمشي بالملي مع الحاجات اللي هو بيامرك بيها، وبعد ما تخلص هيجي لك الغرفه دي كده، هتروح بقى على الشاشه ديت كده وهتبدا تختار المبات، هتضغط على ديت كده وهتروح. تمام يا شباب الكلام واضح اهو. بعد ما تضغط على المبدا صاحبي على طول هتخش بالشكل دوت، وبعد كده هتضغط بلاي بالشكل ده كانك بتمشي بجد، كانك في غرفه وبتمشي. انما يا شباب بالمناسبه عامل لكم فيديو جيمنج عنه، هيعجبكم ان شاء الله. بعد كده يا شباب هنخش كده بقى ونبدا نلعب الجيم بتاعنا. هو زي ما انتم شايفين اللعبه موجوده في روبلوكس اهوت، عشان اللعبه دي مش معروفه قوي زي روبلوكس، تمام؟ فزي ما انتم شايفين اهوت يا شباب نبدأ بقى كده نلعب كده، نحل شوية الألغاز دي كده أهو، عمود الألغاز أهو بنحل فيه. والله ما في أي فرق خالص ما بين بروجيكت جرافيكس جامد جدا. اللعبة هتكون موجودة في أول تعليق، حملها العبها استمتع بيها يا صاحبي، مش هقول لك غير أكتر من كده. بس كده يكون كده فيديو النهاردة، مش عايز أطول عليكم شباب، يكون كده فيديو النهاردة انتهى، مش عايز أطول عليكم كتير وأرغي كتير. أهم حاجة إن اللعبة هتكون في أول تعليق عشان تحملها وتستمتع بيها. بس كده استنوني في فيديوهات جديدة، كان معاكم معز، السلام عليكم. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me in.